مرحبا، اليوم غنحضر معكم واحد التحلية أو ديسير هتجي رائعة اقتصادية. غندوزو المقادير، غنحتاجو إطرو ديال الحليب، وغنحتاجو ثلاثة ديال فلو ديال الكراميل، وغنحتاجو هاد البسكوي ديال الدرهم، غنحتاجو ربعة منو، وغنحتاجو ربعة الموزات، وغنحتاجو ثلاثة المعالق ديال سنيدة، غنحتاجو الكيك كانت عندي أنا من قبل، غنحتاجو مايزينا. والتزيين غنحتاجو الكركاع والمشمش، وتابعوني في الطريقة. غنخلي الحليب، نحتاجو الحليب ديالنا هنا، نخلطو ديالنا، التحلية كتجي رائعة، كتجي زوينة، كتعجب الوليدات الصغار، كتعجب خويو. اليوم راني دايره الفيديو عند اختي، جيت عندها لقيتها كتصايب الفطور، قلت راه نشاهد مع اكل العرامي، نصايب مع البنات داكشي اللي كنحضر. هانتوما نزيدو المايزينا، يبقى تجي قاصحه ليه زيد غير معلقه ونديرو فوق النار مهيله، نستمرو في الحمر، نقصو البوطه ديال البوطه مزينه. تابعوني على الطريقة. هانتوما البنات، نقطعو البنان بهاد الطريقة، الحليب ديالنا راه برد لينا، بعد ما حطيته من فوق النار، وكنزيدو هاد البسكوي. نزيدو الحليب ديالنا، الحليب الكهربي، نحطو الكيك ديالنا البنات بهاد الطريقة. ما طحنتو نجيو نعمرو الكيسه ديالنا، بعد ما عمرت الكيسان ديالي نحطهم في المجمد يجمدو، ومن بعد نتلاقاو في الشكل النهائي. بنات من بعد ما برد ليا الديسير ديالي هاد الشكل النهائي ديالو، زوقتو بشي هاد البنان والمشماش والكركاع وشويه الزبيب، كيجي رائع. هانتوما كيجي رائع.